الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم يعني كما جرت العادة هو اليوم الوطني ديال المهاجر اللي كيستقبلوا فيه العملات على المستوى الوطني المهاجرين المغاربة والمقيمين بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. والغرض من هذه العملية هذه هو أنه يعني نقربوا الإدارات والمؤسسات العمومية كلها اليوم متواجدة على في المقر ديال عمالة تسخيرات تمارة، باش المغاربة المقيمين بالخارج يعني الإشكالات اللي عندهم كيحاولوا ما أمكن يتقربوا لهذه الإدارات مباشرة، والمسؤولين كاينين في عين المكان من أجل يعني مدارسة الملفات العالقة للمغاربة المقيمين بالخارج اللي كاينة على تراب عمالة تسخيرات تمارة. هذه السنة يعني عندها واحد التميز خاص، لأن العمالة تسخيرات تمارة عرفت واحد تحولات كبيرة خصوصا فيما يخص يعني العقار، وفيما يخص يعني الترحيلات والمستجدات اللي كيعرفوها ساكنة إقليم تسخيرات تمارة. فكاينين يعني بعض الملفات اللي عندها إشكالات واللي عندها علاقة مع سواء الوكالة الحضرية أو مع يعني المؤسسات الأخرى اللي عندها علاقة بالعقار العمران وغيرها، واللي هما اليوم متواجدين اليوم يعني في المقر ديال العمالة من أجل أنهم كيتواصلوا مباشرة مع المعنيين بالأمر والمرتفقين من أجل يعني حل وإيجاد حلول يعني لهذه الإشكالات، خصوصا بما كنعرفوه الوضع اللي كيكون فيهم انك تكون العطله قصيره والادارات كتكون بعيده. فهذه يعني فرصه من اجل اننا كنقربوا هذه المرافق وهذه الخدمات للمواطنين خصوصا المغاربه المقيمين بالخارج. مجلس عملات تسخيرات تمارة يعني كالعاده فهو يعني كيقدم يعني المعطيات اللي كاينه والمستجدات اللي كاينه في المشاريع التنمويه على مستوى الاقليم، واللي كيحاول ما امكن انه يقربها باش تكون يعني واحد الصوره واضحه ديال المشاريع اللي غادي تكون يعني في السنوات القادمه واللي تنجزت في هاد السنتين. وكذلك يعني كنستقبلوا الملاحظات والمقترحات ديال الاخوان المغاربه المقيمين بالخارج من اجل يعني التنميه المحليه والدور ديالهم اللي هما كيشاركونا في اطار الديمقراطيه التشاركيه في اطار المقترحات ديالهم في البرامج التنمويه على مستوى العماله. جماعه تمارا تحيي اليوم الوطني للمهاجر بعماله تسخيرات تمارا يعني باقي سنوات الماضيه. هذا الاحتفال بهذا اليوم الوطني ديال المهاجر تقوم به عماله تمارا كسائر عملات داخل تراب المملكه، وذلك احتفاء بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. كيفما تتعلموا الرعايه الساميه التي يوليها صاحب جلاله الملك محمد السادس لجاليتنا المغربيه المقيمه بالخارج، ما يمكن الا نحن يعني كمنتخبين بجماعه تمارا اننا نسيروا هذه الوتيره ونكونوا حنا تنساهموا بشكل من الاشكال في تسهيل مساطر الجاليه المغربيه ديالنا، ونقدموا اليوم يعني واحد الخدمات اللي هما في الحاجه ديالها. كيفما تتعرفوا اليوم جماعه تمارا انخرطت في الرقمنه، الحمد لله يعني المنصات عندنا الان يعني رقميه، يعني خاصه ما يتعلق بالرخص التجاريه والاقتصاديه والرخص يعني رخص التعمير بشتى انواعها. هذا الرقمنه تساعد الجاليه باش انها هي تقدر يعني تقوم يعني بالمساطر اللي هي تتبغيها يعني عن بعد. كذلك اليوم كيف ما تتشوفوا معنا جماعه تمارا الحمد لله هي غاده في واحد اطار ديال التطور ديال التنميه، يعني تهيئه ديال بعض المحاور الطرقيه الرئيسيه، كاين يعني اعاده هيكله ديال بعض الاحياء الناقصه التجهيز، وهذا الشيء كامل يعني تيدخل في الرقي وتقدم المدينه تمارا. وكذلك ايضا يعني الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اليوم غادي نعطيوهم واحد الاستمارات باش يقدموا لنا الاراء ديالهم حول جوده الخدمات، وكذلك يشاركوا معنا يعني في واحد المشاركه ولو بسيطه في اعداد برنامج عمل الجماعه اللي قامت به يعني جماعه تمارا، باش هما ناخذوا الراي ديالهم فيما تيعنيهم وفيما تيخصهم داخل الجماعه، لان في جميع الحالات يعني هذه بلادهم وهذه مدينتهم، يعني من تيجيو لها تيخصهم يشوفوها بواحد الشكل اللي هما تيتمناوه. العافيه والصحه والاهل ديالكم والعمل ديالكم ان شاء الله تعالى، وكنفرحوا بكم اللي تجيو. كيضربوا انتم فخر ديالنا والسفراء ديال البلاد. هي العمل صحيح. الله يبارك فيكم. بارك الله عليكم. كنفتخروا بكم. شكرا. ولكن كاين شي مشاكل، كاين شي مشاكل كنعانيو. لا تكون الاراده ديال الحل. الإرادة ديال الحل ان شاء الله، ان شاء الله هذه الخالية غتكون هنا باستمرار ان شاء الله، وغتكون هنا اللي عنده شي حاجة المفروض علينا هذه المدة ديالكم، ماشي غير تجيو ديروا العطل يمشي لك العطل ديالك في حل الإشكالات ديالك، خصك تحل المشكل وتستافد من العطل ديالك. داكور ان شاء الله غادي نتفاعلوا معاكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.